لكن اسمح لي ان اقاطعك قليلا وابدا بالسيده الوزيره الدكتوره رانيا المشاط. دكتوره رانيا مساء الخير. مساء الخير يا استاذه لميس، ازيك؟ يعني قولي لي اولا، الحمد لله، قولي لي اولا فلسفه الضوابط التي وقعتي عليها امبارح. طيب خليني بس ابدا في البدايه، انه يمكن من اولى الملفات اللي يعني وضعت امامي اول ما توليت الوزاره موضوع العمره، والحقيقه كان باب العمره مش مفتوح. طبعا اللي حصل السنه اللي فاتت انه موسم العمره اتحدث في 3 أشهر فقط، رجب شعبان رمضان، وطبعا زي ما احنا عارفين دي بتعتبر شهور الذروه من ناحيه سواء كانت تكاليف الفنادق، الطيران وخلافه، طبعا للناس اللي عارفه سوق العمره وهكذا. فطبعا كان من اهم حاجه ان احنا نفتح العمره، دي نمره واحد. نمره اتنين زي ما انت تفضلتي انه احنا الوقت الحالي يعتبر بشكل كبير جدا وقت استثنائي بالنسبه للظروف بصفه عامه. فكان احدى اقتراحات الحقيقه اللجنه العليا للحج والعمره من سنوات سابقه، من السنه اللي فاتت، انه يبقى فيه سقف للمعتمرين. وهديكي بس بعض الارقام. نعم. احنا من سنتين كان عدد المعتمرين من جمهوريه مصر العربيه وصل 1,300,000 معتمر، دي السنه اللي قبل اللي فاتت. السنه اللي فاتت مع ظروف التعويم وزياده التكلفه انخفضت الاعداد لتقريبا 600,000 معتمر. كان في اقتراح من اللجنه السنه اللي فاتت انه والله يعني نحاول نحط سقف للعدد المعتمرين، وكان التصور انه يبقى 500,000 معتمر. في الحاله دي وانت ان حطيتي سقف بيحصل طبعا انه عايزين نعمل تكافؤ فرص، ان الناس اللي ما راحتش قبل كده يبقى ليها الاولويه بشكل ما انها تقدر تتقدم وتقوم بهذه، يعني مش هسميها فريضه ولكن طبعا النافله للناس كتير جدا في مصر. يمكن المصريين اكتر ناس بيبقوا موجودين في الحرم سواء المكي او المدني، وده طبعا شيء الدوله برضو حريصه عليه. فكان مع وضع في ضوابط للمتكرري العمره، فدي كانت الفلسفه من موضوع الضوابط في الوقت الحالي. وطبعا في استثناءات من اللي هي المبالغ المحصله، سواء كانوا شهداء ومصابين، المحارم للسيدات، الاطفال اقل من 12 عام، طبعا المشرفين المنظمين لرحلات العمره وكده. اتفضلي. طيب فاحنا بنتكلم على موسم عمره 4 أشهر سياده الوزيره، جمادي من جمادي الثاني ورجب وشعبان ورمضان، وحضرتك كنت قلتي في البيان او البيان كان واضح فيه ان 20% من ال 500,000 هتكون فقط لشهر رمضان، لان رمضان ناس كتيره بتحب تعمل عمره فيه. مظبوط، ناس كتير بتحب تعمل العمره في رمضان، وزي ما اتكلمنا ان طبعا رمضان بيعتبر اكتر شهر يمكن فيه الاسعار بتوصل قريب جدا لاسعار الحج حتى. فدي كانت وطبعا كان في تداول كتير جدا في اللجنه، يا ترى نحط يعني برضو نسب لجميع الاشهر، فكان يعني توصلنا انه لا خلي او توصلوا يعني انه نخلي بس النسبه في شهر رمضان فقط. بس احنا كده لو 500 على كنا ادينا الربع بقى او يعني 25% بدل ما كده 20 اقل من النسب الاخرى 80% 80% هيبقوا في الثلاث شهور الاولى و20% في شهر رمضان، لان هم اربع اشهر. وطبعا اول رحله ان شاء الله للعمره هتبقى اول مارس، يعني خلاص في خلال اسبوع. طيب حضرتك بتقولي الاولويه للمواطنين الذين لم يسبق لهم اداء العمره، واما بقى بالنسبه للتكرار تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له اداء العمره خلال الثلاث سنوات السابقه، واضافه ما يعادل 1000 ريال للمعتمر اللي بيؤدي العمره اكثر من مره في الموسم. في نفس الموسم. في نفس الموسم. يعني لو حد حابب ان هو يطلع في رجب وبعدين يطلع ثاني في رمضان، فده اللي بيعتبر ان هو متكرر في نفس الموسم. فده اللي بيضاف اليه ال1000 ريال الاضافيه. في نقطه بس مهمه جدا استاذه لميس، انه الضوابط دي ضوابط لهذه العمره، لهذا الموسم اللي هو موسم 1439. فالضوابط بيعاد النظر فيها دائما مع مواسم قادمه،
طبقا للظروف والمعطيات اللي موجودة، سواء كانت معطيات اقتصادية ايه اللي بيحصل. طبعا كل ده اول سنة بيوضع سقف للمعتمرين، هنشوف النتائج بتاعت الكلام ده. فالمهم مهم جدا يكون معروف انه كويس احنا فتحنا باب العمرة، لانه كان في ظروف حوالين الموضوع ده، اصبح ان في شهر اضافي، وده كان مهم جدا علشان ما يحصلش انه تبقى الشهور الغالية جدا هي بس اللي متاحة للمعتمرين. الشيء الاخر انه بما ان في سقف، احنا عايزين يبقى الـ مش عايز اقول الاولويه، بس انه يبقى في مساحه اكبر للي ما لم يتمكن من العمره قبل كده ان هو يقدر يقوم بهذه الرحله. الاموال، الفلوس دي هتروح فين يا دكتوره؟ الفلوس دي لمين؟ هندفعها لمين؟ هو الحساب هيكون في البنك المركزي، وطبعا زي ما حضرتك عارفه انه يعني اوجه الصرف ممكن تبقى لانشطه مختلفه، وده ان شاء الله يعني ينظر فيه مستقبلا، ولكن اهم شيء انه المكان يكون معروف والحساب. لا انت طبعا ادرى وكل الناس عارفه يعني ده داخل هيدخل الميزانيه، ميزانيه الدوله، ولا داخل ميزانيه وزاره السياحه؟ في الوقت الحالي اهم حاجه انه يبقى المواطن عارف انه هيروح يحط الفلوس فين، وطبعا بمبدا الشفافيه في اي حاجه من الحاجات دي بتبقى الاجمالي المبالغ المحصله هتكون معروفه. طيب البصمه بقى، وفي شروط على الجانب الاخر من الجانب السعودي. مظبوط. انت تلاقي انه وتلاقي انه في البيان نفسه، انا الحقيقه في نفس اليوم ويمكن من قبلها الضوابط اعتمدت، تواصلنا بخطابات مع السلطات السعودية، سواء كانت السفارة هنا في القاهرة وكمان مع وزير الحج السعودي. نحن بنطلب انه الفروع طبعا يعني السعودية مع جميع الدول مش بس مع جمهورية مصر العربية، في موضوع شركة تسهيل دي اللي بتعمل البصمة. الحقيقة في الوقت الحالي الشركة دي ملهاش فروع متعددة في الجمهورية، وطبعا احنا عارفين انه يعني المواطنين كلهم واهالينا في الاقاليم المختلفة بيبقوا حريصين على العمرة، فكنا عايزين نسهل عليهم، واحنا طالبين انه يرجئوا ده يعني الموسم على اساس انه ما يحصلش تكدسات للناس وهم بيحاولوا يعني تفولفيل الريكويرمنت دي. يعني بنخاطب وان شاء الله يحصل فيها انفراجه، بس في الاخر دي الضوابط اللي حطاها برضو الدوله المملكه السعوديه، انه لازم يتعمل موضوع البصمه عشان تكرار، عشان يبقى عندهم قاعده بيانات. بالظبط. لا هو التكرار على فكره ده يعني الاليه بتاعته موجوده في وزاره السياحه، وبالرقم القومي بيقدر قطاع الشركات في الوزاره ان هو يحدد مين اللي راح العمره وراح امتى والكلام ده كله، ففكره التكرار دي من عندنا احنا، ولكن البصمه ده ضابط جديد من المملكه العربيه السعوديه، مش بس بموضوع الفيزا، وده اللي احنا بنطالب انه يعني يحصل فيه يمكن ارجاء للموسم القادم ان شاء الله.